يلا يا جماعة، الجزء الثاني من المحاضرة وهو الكومبوزيت بادي. زي ما شرحنا كده السنترويد كان فيه انتجريشن وفيه كومبوزيت، فهنا برضو هيبقى فيه برضو انتجريشن وفيه ايه وفيه كومبوزيت. اهو الكومبوزيت ايه، كومبوزيت باديز، شوية شيبس كده مشهورة هي اللي هنحسب ليها المومنت اوف انرجي. الشيبس اللي هقولها لكم ديت هي الشيبس اللي انا محتاج ان انتوا تعرفوها في الايه، في الكورس بتاعنا. طيب ايه هي؟ اول حاجه المستطيل، ان انا يبقى عندي مستطيل بالمنظر ده. الشيب الثاني ان انا يبقى عندي مثلث رايت انجل اهو، مثلث رايت انجل. ان انا يبقى عندي سيركل اهو، سيركل او سيمي سيركل. اهي او كوارتر سيركل. يبقى انا عندي سيركل وسيمي سيركل وكوارتر ايه، كوارتر سيركل. هي دي الشيبس اللي انا محتاجك تعرفها. بالنسبه للريكتانجل ارتفاعه هو اتش وعرضه هو بي. الرايت انجل تريانجل ارتفاعه هو اتش الهايت يعني، والويدز بتاعه هو مين، هو بي. بالنسبه للسيركل هتبقى بريديوس ار اهو، ادي الاو دي بريديوس ار، ادي الاو وادي ريديوس ار، ادي الاو وادي ريديوس ايه ار. عايزين نجيب المومنت اوف انرشيا حوالين اللاين ده. اللاين ده ماله؟ لاين مارر بالسنتر، لاين مارر بالسنتر، يعني البعد ده هو اتش اوفر 2 والبعد ده هو اتش اوفر 2. محتاجين كمان نعرف في اللاين ده السنترويد، فاكرين كان على ارتفاع اتش اوفر 3. عايزين نعرف الاي عند اللاين ده وده وده اهو. شايفين كل الخطوط اللي انا رسمتها بالازرق دي؟ عايزين نحفظ الاي بتاعة الشيب ده عندها. دي صعبة قوي يا دكتور. لا صعبة ولا حاجة. بصوا كده، اي قانون هيبقى الاي حوالين لاين بتساوي الارتفاع سكوارد الهايت يعني، او البربنديكولار لينث سكوارد على نمبر مضروب في الاريا. ده الشكل اللي هتشوفوه في كل القوانين. ايه اللي انا كاتبه ده؟ تعالوا كده امسكوا معايا الريكتانجل، هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان اللاين اللي انا رسمه بالازرق قاطع الاتش، قاطع مين؟ الاتش. فتبقى الاي حوالين اللاين ده بتساوي الاتش سكوارد مقسوم على 12 ومضروب في الاريا بتاعت الشيب. يبقى الاي، انا هبعد بس الشيب ده عشان ما يحصلش لخبطه اهو، يبقى الاي هي اتش سكوارد على 12 في مين، في الاريا. طبعا الاريا بتاعت الريكتانجل كلنا عارفينها هي بي في اتش. نروح للتريانجل، رايت انجل تريانجل، هتلاقوا ان اللاين قاطع الاتش، فتبقى الاي بتساوي ايه بقى؟
الخط اللي انا قاطعه اتش سكوارد على 18 في الاريا، يبقى النمبر في حالة الريكتانجل 12 وفي حالة التريانجل كام؟ 18. السيركل بالسيمي سيركل بالكوارتر سيركل ليهم نفس القانون، الاي بتساوي ار سكوارد على 4 في الاريا، اهو ار سكوارد على 4 في الاريا، نفس الكلام هنا ار سكوارد على 4 في الاريا، نفس الكلام هنا ار سكوارد على 4، كله ار سكوارد على 4 في الاريا، حيث الاريا هنا باي ار سكوارد، وهنا باي ار سكوارد على 2، وهنا باي ار سكوارد على 4. المثلث كانت الاريا بتاعته هاف البيس في الهايت. طب يا دكتور معلش انت كاتب قانون احنا مش عارفين انت جبتها منين. لا ما هو احنا بقى هنيجي للمستطيل ده ناخد شريحه اليمنت ونعمل انتجريشن نطلع بالقانون ده، كذلك التريانجل كذلك السيركل، بس ما فيش وقت للكلام ده كله ان احنا نثبته، فعشان كده نقلتكم على طول لمرحله ايه؟ لمرحله ان احنا نحل على طول بالقوانين دي. يعني انا هيبقى هدفي ان انا اعلمك ازاي تستخدم القوانين دي. طب يا دكتور انا عايز اسال سؤال، ايه رايك في اللاين ده؟ الاي بتاعته هتبقى بكام؟ اقول لك بص احنا كده كده هنقسم على 18 ونضرب في الاي. الخط الهوريزونتال كان قاطع الاتش فعشان كده قلنا اتش سكوارد، الخط الفيرتيكال ده قاطع البي فهتبقى بي سكوارد. يبقى واضح ان البعد اللي بقطعه هو اللي بيتعمل سكوارد، بعد كده بقسمه على الرقم. بصوا الارقام محدوده بقى، بالنسبه للريكتانجل كان 12، بالنسبه للتريانجل كان 18، بالنسبه للسيركل واتباعها كانت كام؟ كانت 4. يبقى النمبر اللي انا كاتبه في الرول بتاعنا ده اختياراته محدوده، الريكتانجل 12 تريانجل 18 والسيركل باتباعها كانت 4. طب ايه البربنديكولار لينس ده؟ لو لقيت اللاين قاطع الاتش يبقى اتش سكوير، اللاين لو قاطع البي يبقى بي سكوير. طيب نحل بالكلام اللي انت كاتبه ده ازاي؟ تعالوا نشوف. دي مسألة طالب فيها المومنت اوف انرشيا حوالين الاكس وحوالين الواي. انا صح نسيت حاجة هوضحها هنا، يعني بيقول لي هنا هات لي المومنت ديتيرمن، هات لنا المومنت اوف انرشيا حوالين الاكس اكسس، هات لنا المومنت اوف انرشيا حوالين الواي اكسس، هات لنا المومنت اوف انرشيا حوالين مين؟ الاو اللي احنا سميناها بولر مومنت اوف انرشيا، نسينا نحسبها، هنحسبها هنا، هي حاجه عبيطه خالص ما فيهاش مشكله. افكر في النوع ده من المسائل ازاي؟ قال لي بطريقه القص واللزق، يعني الشيب ده ممكن يتكون من ايه؟ واحد قال لي يتكون من مثلث زائد ريكتانجل ماينس سيركل، واحد تاني قال لي لا ده ممكن يبقى مستطيل كبير ريكتانجل كبير ونطرح منه تريانجل ونطرح منه ايه سيركل. الاثنين صح، الاثنين صح. فتعالوا نشتغل بالمعتاد، اهو ادي الايه الاكس اكسس. الشيب الاولاني اهو ادي الشيب الاولاني كان عبارة عن كام في كام؟ كان 300 في ارتفاع 200، كان الواي اكسس عنده هنا اهو ادي الواي اكس. طيب ايه كمان؟ قال لي الجزء الثاني
عبارة عن مستطيل أو كان لي ارتفاع 200 وكان عرضه 300 أو 150 زائد 150 وكان الواي أكسس بالنسبة له كان هنا على بعد كام؟ قال على بعد 300 من هنا لهنا كانت 300. الشيب الثالث قال لي الشيب الثالث كان سيركل بريديوس 75 وكان الواي اكسس هنا وكان الشيب ده السنتر بتاعه بيبعد عن الواي مسافة 450. جبتها منين؟ 300 زائد 150 وكان على الواي بيبعد مسافة 100. يبقى دي الأبعاد اهي نعملها باللون الأخضر عشان ما نتلخبطش اهو. المسافة دي 300. يبقى أنا عندي كام شيب؟ عندي الشيب رقم واحد اللي هو الرايت أنجل تريانجل، الشيب رقم اتنين اللي هو الريكتانجل دوت، والشيب التالت اللي هو مين؟ اللي هو السيركل. كانت الحسبة إن المثلث زائد الريكتانجل ماينس الإيه؟ السيركل. بص أنا بحل إزاي عشان تبقى منظم كده وما تتوهش. أول حاجة الإيريا بتاعت الشيب الأولاني هي إيه؟ هاف البيز في الهايت. ممكن أحول اليونت وممكن أسيبها زي ما هي. طب إيريا الشيب التاني؟ إيريا الشيب التاني هي 300 مضروبة في 200. طب الشيب التالت الإيريا بتاعته قال لي باي آر سكوارد، وطبعا دي بالماينس عشان إيه؟ أو سيبها كده ونبقى نطرح في الآخر. يبقى دي إيريا الشيب الأولاني ودي إيريا الشيب التاني ودي إيريا الشيب التالت. نيجي للآي إكس والاي واي، الاي اكس الاي واي الاي اكس والاي واي لكل شيء. بالنسبه للمثلث الناس اللي بتحب تحفظ، ممكن نحفظ مكان تاني للمثلث ومكان تاني للمستطيل. يعني بالنسبة للمستطيل بنقول ايه؟ بنقول ان الاي عند الطرف ليها رقم والاي في النص ليها رقم. النص قلنا اتش سكوارد على 12 في الاريا، في الطرف اتش سكوارد على 3 في الاريا. بالنسبة للمثلث رايت انجل تريانجل هنا بيبقى 6 وهنا بيبقى 18. 6 وايه؟ يبقى المستطيل 3 12 والمثلث 6 ايه؟ 6 18. طيب نيجي نقارن بقى. الاكس اكسس موجود فين للمثلث؟ هتلاقي ان الاكس اكسس موجود عند طرف المثلث يبقى ياخد 6. طب مين البعد اللي نورمال ليه؟ البعد اللي نورمال ليه هو 200. فيبقى القانون هو 200 سكوارد على 6 في الاريا. 200 سكوارد على 6 في الاريا. نيجي للشكل الثاني. ادي الاكس اكسس اهو. مين البعد اللي نورمال عليه؟ البعد اللي نورمال عليه برضو 200. يبقى هكتب 200 سكوارد. طب مقسوم على كام؟ الريكتانجل قلنا 3 12 يبقى على 3 مضروب في الاريا 2. حلو الكلام؟ حلو الكلام. باقي الناس لازم انقلهم. انقلهم بايه؟ قال لي بص بقى في قاعده اسمها بارالل اكسس ثيرم، من غيرها مش هنعرف نحل حاجة. البارل اكسس سيرم بتقول ايه؟ بتقول ان الاي عند لاين
بتساوي الاي عند السنترويد زائد الاريا في البعد سكويرد. البعد ده ما بين مين ومين؟ ما بين اللاين and دي ديستانس. الدي ديت هي ديستانس between the line and the centroid أو perpendicular distance. يعني إيه يا دكتور؟ دلوقتي أنا عايز أجيب الـ IY، تعالوا كده معايا للمثلث اللي على الشمال، عايز أجيب مين؟ الـ IY. فأقوم أنا رايح جايب الـ I اللي عند السنتر، خلي بالكوا السنتر أهو، المسافة دي بكام؟ المسافة دي تلتين التلتمية. طبعا اللي ما ذاكرش سنترويد، اللي ما ذاكرش سنترويد يبقى هو في وادي واحنا في وادي. المثلث من على الهيد تلتين التلتمية. الاي هنا كام؟ الاي على اللاين ده كام؟ الاي على اللاين ده هي تلتمية سكوارد على 18 في الاريا. الاي حوالين اللاين اللي بالاحمر الفيرتيكال ده هي طول الطول اللي قطعته اللي هو 300 سكوارد على 18 في الاريا. الرقم ده عايزين ننقله للواي. الرقم ده عايزين ايه؟ ننقله للواي. فنزود عليه الاريا في البعد ما بين التو لاينز. البعد ما بين التو لاينز اللي هو كام بقى؟ اللي هو تلتين التلتمية سكوارد. نكتبها ازاي بقى كماس؟ نيجي نكتب كده الاي عند الاي سي اهي، سي واي 1 زائد الاريا في الاكس بار او الاكس 1 سكوارد. والاي عند السي اللي هي كانت تلتمية سكوارد على 18 في الاريا، ونزود عليها الاريا مضروبه في ايه بقى؟ في الاكس اللي هي تلتين التلتمية سكوارد. دي كده هي الاي بتاعت المثلث حوالين مين؟ حوالين الواي. طيب نيجي بنفس الاسلوب، عايزين نجيب الاي واي بتاعت الايه؟ المستطيل. كرر الكلام تاني، انا عارف ان هو ارقام كتير تلخبط. واحد، حدد سنتر الشيب او ادي سنتر الشيب. يبعد عن الواي كام؟ يبعد عن الواي اكس 2 بكام المسافه ديت؟ قال لي من درس السنترويد هيبقى 300 زائد 300 على 2. احسب لي الاي حوالين اللاين اللي مقرر بالسنترويد. قانون ايه؟ قال لي قانونه 300 سكوارد على 12 في الاريا. قال لي خد الرقم ده بقى انقله للواي. تتكتب ازاي كرياضه؟ تتكتب كده اهو، اي تي واي 2 زائد الاريا في الاكس 2 سكوارد. هيبقى ايه تعويضها؟ هقول له 300 سكوارد على 12 في الاريا، وهزود عليه الاريا في كام بقى؟ في 450 سكوارد، لانها 300 زائد 150 تدينا 450. طب نيجي للسيركل. السيركل بتبعد السنتر بتاعها عن الواي اكس و اكس 3، وبتبعد عن الاكس واي 3. فهقول له اي سي اكس 3 زائد الاريا في مين بقى؟ في الواي 3 سكوير. دايما العكس بالعكس، لو اكس اكس يبقى واي، لو واي واي يبقى اكس، يعني هتساوي السيركل كانت الاي ار سكوير على 4 في الاريا، والار هنا ب 75، يبقى 75 سكوير على 4 في الاريا زائد الاريا في كام بقى؟ احنا بنتكلم على الاكس، يبقى هضرب في 450 سكوارد. 450 سكوارد. طب نيجي للواي، هتبقى برضو اي تي واي 3 زائد الاريا في الاكس 3 سكوارد.
يعني R squared على 4 في الاريا زائد الاريا في الاكس بقى اللي هي بكام؟ اللي هي احنا واي واي انا عكست اسف انا عكست دي مش 450 دي 100 لان انا عايز ما بين الاكس والاكس هنا بقى هقول 450 سكوارد. بعد ما حسبت كل شيب لوحده هقول له ان الاي اكس للشيب كله هي اي اكس 1 زائد الاي اكس 2 ماينس الاي اكس 3. لو عايز الواي هيبقى اي واي 1 زائد الاي واي 2 ماينس الاي واي 3. حلو الكلام؟ طب انا كده جبت الاي اكس والاي واي، هو عايز الاي او. اقول لك بقى ان الاي او ده ما بيتحسبش، ده الاي او ده بيبقى عباره عن مجموع الاكس زائد مين؟ زائد الواي اللي انت حسبته. طيب انا عايز اسمع اسئله، حد في عنده سؤال؟ غير احمد انس، هو ما فيش غير احمد انس فيكم اللي بيسال؟ ها؟ حد تاني؟ طيب يا رب ده يوضح في النتيجة بس. تكرار الشرح ما فيهوش لازمة لأن أنت خلاص هتعيد الريكورد مرة واثنين وتلاتة للي أنا إيه؟ للي أنا كتبته من أرقام. طيب نمسك مسألة كمان. يلا نمسك مسألة كمان. بالشكل ده بيقول لي هات لي المومنت أوف إنرشيا حوالين السندرويدال واي اكسس. ايه قصه السندرويدال واي اكسس؟ قال لي يعني الواي اللي بيمر بالسنترويد ده مفهوم كلمه ايه؟ سنترويدال واي اكسس. طيب اعمل ايه؟ الشيب ده is symmetry about y axis. طب ايه الميزه في كده؟ قال لي الميزه في كده انك ممكن تحسب الاي للجزء اللي على اليمين وتضربه في 2 لان النص اليمين زي الايه؟ زي النص اللي فيه الشمال. ده حل. الحل الثاني انك تطنش موضوع السيمتري وتشتغل على طول. تطنش موضوع السيمتري وايه؟ وتشتغل على طول. فانا لو طنشت موضوع السيمتري هيبقى الشكل ده ايه؟ عباره عن مستطيل اهو وهنشيل منه مستطيل تاني اصغر منه. المستطيل الكبير ده كان كام في كام؟ قال لي الواي اكسس في نصه اهو. ادي الواي وادي الواي. فالمستطيل ده كان هنا 3 وهنا 3 وده كله على بعضه كان 5. طب والتاني كان ايه؟ قال لي التاني ده لو شلنا واحد من اليمين واحد من الشمال بقى هنا ده 2 وهنا ده كمان 2 وارتفاعه هو كام؟ خلي بالكم مدينا دي 5 ودي 2 يبقى ارتفاعه هو 3. ارتفاعه كام؟ ارتفاعه 3. عايزين بقى نجيب الاي بتاع ده حوالين الواي وعايزين الاي بتاع ده حوالين ايه؟ الواي برضه. واضح ان دي مساله سهله لانها مباشره. يعني هنا الاي واي 1 هتبقى ايه؟ الواي قطع البعد 6. خلي بالكم ما تقولش 3 6 3 و 3 يبقى 6 سكوارد على 12 في الاريا 1. طب والشكل الثاني؟ قال لي انت قطعت الاربعه 2 و2 يبقى 4 سكوارد على 12 في الاريا. خلي بالك ان الاريا 1 هي 5 في 6 والاريا 2 هي 4 في ايه؟ في 3 بس. يبقى الاي واي بتاعتك هي اي واي 1 ماينس اي واي 2. مسألة سهلة دي. تيجي نصعبها؟ يلا نصعب. نقول لك ايه بقى؟ نقول لك هات لنا كمان
determine the moment of inertia of the composite body. نفس الكلام أو composite area حوالين السنترويدال اكس اكسس، بس هو اكس داش بقى، هو عايز الاي حوالين الاكس داش ده. لا الاكس داش ده صعب، انا شايف ان هو صعب، فانا هحسب عند الاكس. ايه ده، هو بمزاجك؟ اه بمزاجك، هنحسب عند الاكس. فبالنسبه للشيب الاولاني ادي الاكس اهو، بالنسبه للشيب الثاني الاكس مترحل شويه، شويه دول قد ايه؟ قال لي شويه ديت اللي هي 2، البعد ده كان 2. بالنسبه للشيب الاولاني الاي اكس بتاعته هتبقى كام؟ عند الطرف يبقى 3، فيبقى وقطع مين؟ قطع الخمسه، الخمسه هو اللي بربنديكولار على الاكس، فتبقى 5 سكوارد على 3 في الاريا. طب الشكل الثاني؟ قال لي لا الشكل الثاني مترحل، فانا هحسب الاي عند السنتر. كام الاي هنا؟ قطعت التلاتة، يبقى التلاتة سكوارد على 12 في الاريا، هاخد الرقم ده انقله، فتبقى الاي اكس 2 هتبقى 3 سكوارد على 12 في الاريا، ده انهي رقم ده؟ الرقم اللي فوق ده، هزود عليه الاريا في البعد ما بين الخطين. شايفين البعد اللي انا عملته بالازرق المعوج ده؟ هو ده البعد ما بين الخطين. بكام ده؟ قال لي ب 2 زائد 3 على 2، 2 زائد نص 3 الكل سكوارد. يبقى بالتالي الاي اكس هتساوي اي اكس 1 ماينس اي اكس 2. طلعنا الاي اكس اللي انت عايزها. لا على فكره ده مش دي الاكس اللي انا عايزها، ده انا عايز الاكس داش. عايز مين؟ الاكس داش. البارالل اكسس ثيرم بتقول ايه؟ افتكرها كده سوا. بتقول ان انا لو عندي سنترويد وده الاي سنترويد وده لاين تاني، فعشان انقل من السنترويد لللاين ازود اي دي سكوارد. طب لو انا عندي اللاين وعايز اروح للسنترويد، قال لي تنقص اي دي سكوارد. يعني معنى كده الاكس داش ات ذا سنترويد، يبقى بالتالي الاي عند الاكس هي الاي عند الاكس داش، هي الاي عند الاكس داش زائد الاريا مضروبه في البعد ما بين الخطين. بص البعد ما بين الخطين هم مسميه مين؟ مسميه واي بار، يبقى واي بار سكويرد. طب الرول اللي انا كتبته ده معايا منه ايه؟ معايا منه الاي اكس انا اللي حاسبها، والاريا هي عبارة عن الاريا 1 ماينس الاريا 2، وانا اصلا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاي اكس داش. فاضل لك مين؟ قال لي فاضل لي الواي بار. ارجع بقى للليكتشر اللي فاتت، الواي بار كانت بتساوي الاريا 1 في الواي 1 ماينس الاريا 2 في الواي 2 على الاريا 1 ماينس الاريا 2. طبعا لان احنا هنقول ايه؟ الشيب ده ماينس الشيب ده، وطبعا الواي 1 لو ده السنتر يبقى المسافة ديت هي y1 اللي هي 5 على 2، والشيب التاني ادي السنتر بتاعه، يبقى ده كده y2 اللي هو بيساوي كام؟ 2 زائد 1.5 يعني 3.5. بعد التعويض جبت ال y بار، بقى الانون الوحيد هو مين؟ هو ال i x داش، قدرت اجيبها. ها؟ في اسئلة؟ ماشي، سؤال كمان او اخر مسألة. Will it determine the moment of inertia of the cross sectional area of the channel with respect to y axis برضه. الشيب ده عايز يجيب الاي حوالين الواي اكس. الشيب ده
ممكن يتكون من ايه؟ تعالوا كمان نقول له واي ونقول له كمان ايه ونزود احنا من عندنا الاكس كمان. اهو يبقى احنا عايزين الواي اكسس وكمان الاكس اكسس. انا شايف ان الشيب ده للواي ممكن يبقى ده صح كده؟ اللي هو كان في كام؟ اللي هو 50 في 200 ادي الواي اكسس اهو. الاي بتاعته اي واي 1 هتبقى قطعت ال 200 فتبقى 200 سكوارد على 12 في الاريا 1 حيث الاريا 1 هي 50 في 200. وكمان في شيب تاني اللي هو ده اهو كم في كام ده بقى؟ ده كان 50 وارتفاعه كان 300 والواي اكسس كان في نصه هنا يبقى الاي واي 2 هيساوي قطعنا مين؟ قطعنا ال 50 يبقى 50 سكوارد على 12 في الاريا 2 حيث الاريا 2 بتساوي 50 في 300. الشيب الثالث مش هنحتاج نحسبه، هنقول ان الاي واي عبارة عن 2 من الـ IY1 زائد الـ IY2. طب ليه قلت 2؟ لأن الشيب ده identical لمين؟ للشيب ده. يبقى أنا هستفاد بإن في سيمتري في الشيب ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للـ Y. كده أنا حليت المسألة. طب بالنسبة للـ X؟ والله أنا شايف إن الـ X فيه تقسيمة تانية أظرف. إيه التقسيمة التانية الأظرف؟ أنا بفكر إن أنا أخدها مستطيل كبير مستطيل صغير. المستطيل الكبير ده هيبقى 200 مضروب في 400. جبت منين الارقام دي؟ اهو 200 من هنا لهنا وال400 كل ده، ده كده 400. وهطرح منه الجزء اللي على الشمال، شايفين ده؟ اهو ده هطرح كم في كم ده؟ ده ارتفاعه 300 ماشي، والتخانة دي كام؟ لو أخدنا من ال 250 بقوا 150، ال 150 على الاتنين تدينا كام؟ تدينا 75، يبقى 200 يبقى آسف يبقى 200 زائد 50 على الاتنين يبقى تدينا 5 وإيه؟ 75. طيب يبقى هنا 75. ليه أخدت التقسيمة ديت؟ لأن الـ X أكسس أهو في نص الاتنين. الشيب ده هتبقى الاي اكس بتاعته بكام؟ قطعنا ال 400 يبقى 400 سكوارد على 12 والاريا بكام؟ 200 في 400. طب الشيب التاني الاي اكس بتاعته بكام؟ قال لي قطعنا ال 300 يبقى 300 سكوارد على 12 في الاريا، الاريا اللي هي 75 في 300. لما اجي احسب بقى الاي اكس هقول ايه؟ اي اكس 1 ماينس 2 بالاي اكس 2. ليه 2؟ لان في جزء مقطوع ناحيه اليمين وفي جزء مقطوع ناحيه الايه؟ ناحيه الشمال. يبقى ممكن احل المساله للاكس والواي بتقسيمه واحده زي المسائل اللي فاتت، او ممكن ان انا للاكس اعمل تقسيمه وللواي اعمل ايه؟ اعمل تقسيمة تانية. ده كل اللي أنا محتاجه منكم في المومنت اوف انيرشيا. شرحنا الجزء بتاع الانتجريشن، بعد كده شرحنا الجزء بتاع الكومبوزيت، الشيبس اللي مطالبين بيها هي اللي أنا كتبتها بس، المسائل حلينا مسائل متنوعة تغطي اللي احنا محتاجينكم ان انتوا ايه؟ ان انتوا تعرفوه. هل في سؤال قبل ما ننهي الميتنج دوت؟